عنده شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفها رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنها بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي جودان هي جودان ايه دكتور انا رح جيب الادويه الجديده اليوم شكرا اكشات واخيرا حبيبي على شو ماما انا بقصد يا ابني وقت منوقع بالحب كل تفكيرنا وكل خوفنا بصيروا عند الشخص يلي منحبه ومنضل خايفين عليه من اي شيء حتى انه منصير مستعدين نعمل اي شيء كرمال سعادته هذا هو سحر الحب ماما لا مو هيك القصة القصة هي انه الدكتور عطاني ادوية جديدة وضرورية انت صح صرت كبير هلأ بس اصحك تنسى انه انا امك وما في تكذب علي ها؟ انا شفت قديش كنت خايف على جدان وقديش كنت خايف انك تخسره وحتى إني سمعت كل كلامك ما رح أسمح لك تروحي لأي مكان لأني بحبك يا جدان لا تخبي عني هالشي خلال الفترة يلي مضت يا ابني أنا بس كنت عم استنى هذا اليوم اليوم يلي بتحس على حالك إنك بتحبه لجدان وبدي قلك شي أنا كنت كتير مبسوطة وقت شفتك كيف عم تعطيني فيها كتير مبسوطة شبك حبيبي؟ ليش هيك أنت متضايق؟ ما بعرف أنا بعترف إني حبيتها أمي بس ما بعرف شو شعورها هي تجاهي نحنا كنا مجرد رفقات بس ما بعرف إذا هي بتشوفني على أني رفيقها أو أكتر ما بعرف في شغلات كتير عم تخطر ببالي وأكتر شي شاغلني فرق العمر بيننا ما عم بعرف كيف لازم اتقرب منها يعني بصراحة أنا خايف إنه يصير شيء غلط يا أمي اللي وين الغلط؟ ها؟ هذا العرس رح يكون فرصة لحتى تتقربوا من بعض وبرأيت إلا لجدان على كل يلي بقلبك هاي فرصتك ما رح تلاقي أحسن من هالفرصة لحتى تعترف لها لجدان يلي أنت عم تحسه تجاهها طيب عندي فكرة ليك ابني اعترف لها بمشاعرك بيوم العرس وأنا متأكدة إنه هي ما رح ترفضك وحتى إني واثقة إنه هي بتحبك بتحبك مثل ما أنت بتحبها وإنت يا ابني بس تطلع بعيون جدان رح تعرف كل شي ولا عاد تضيع وقت ولا تغلط أي غلطة برأيي إنك تبلش بداية جديدة وكلها تفاؤل ايه ابني بلش حياتك من جديد مع مرتك جدان وصدقني هي ما رح ترفضك ابدا
معك حق ماما. كيف جدان رح تعرف بمشاعري إذا أنا ما قلت لها؟ خلص لكن أنا رح أعترف لها لجدان قديش بحبها يوم الخطبة، ورح قلها كمان إني ما عاد فيني أعيش بدونها. سمعتي؟ صار الشيء اللي كنا حاسبين حسابه دائما. إيجي حاببها لجدان وبده يعترف لها، وهذا الشيء اللي رح يعذبنا كتير. أنا قلت لك هذا الحكي من قبل، لك إيجي واقع بحبها لجدان، معناتها خلص نحن راحت علينا، ما عاد نسترجي نحكي معه ولا كلمة. لا سهرو، صح إيجي بحبها لجدان، بس هو لسه ما اعترف لها. وبوعدك بيوم الخطبة إيجي ما رح يقدر يعترف لها لجدان أبداً بمشاعره. دورقة، عملي أي شي بيخطر ببالك وشو ما كان، مانو مهم، المهم إنه إيجي وجدان ما يضلوا مع بعضهم أبداً. ما رح يضلوا، مستحيل يصير هالشي. كيف بدها تبدأ قصة حبهم إذا ما اعترفوا لبعض؟ شو فكرة؟ الحب ما بيستمر إذا كان من طرف واحد، وبعدين إيجي وجدان ما بيشبهوا بعضهم أبداً، ولهذا السبب قصة حب رح تنتهي قبل ما يحسوا على شيء. قدام بعدي عني، ماشي؟ أنت صح ساعدتني، بس ما في داعي لحتى تتباهى بهالشي. أنت مو ذكية، أنت أكتر من ذكية. لا بقى تقلي يا قدام، ما بتقدري تعملي شي. وأنا عم بتقاتل معك كنت دائماً حس بشعور غريب كتير، عن قريب، عن قريب كتير أنا رح أعترف لك بمشاعري.
أنا بصراحة جدان أنا آسف بصراحة كنت عم قوم إيدك وقعتيني. في شي بيضحك؟ ايه قصدي كان شي بيضحك وقت انا بوقع، مو انت بتصير بتضحك علي وانا عم بعمل مثلك هلا؟ شو شبك من عند الصبح؟ اللي اكشات في شي زعجك؟ امورك منيحه؟ اموري منيحه، كثير منيحه. حاسه في شي مضايقك. شي مضايقني؟ شو قصدك؟ قصدي من شوي وقت كنت انا نايمه كنت عم تحكي شي عن مشاعرك؟ سمعتيني؟ ايه. لا قصدي يا دوب سمعت بس ما فهمت شي من كلامك. شو كنت عم تقول؟ بصراحة أنا لا ما في شي. شو قلت؟ أنا بس كنت عم بسأل وقت قلت مشاعر قصدت أنه أنت كيف حاسة حالك؟ كيف حاسة؟ هذا هو سؤالك؟ إيه؟ طيب أنا منيحة، شو بده يصير يعني؟ أنا اليوم كتير منيحة. هاد كل شي بدك تعرفه؟ بصراحة يا جدان أكيد في شي وأنا حابب قلك يا لا قصدي كان بدي أسألك عن كم شغلة بس. شو؟ يعني أنا كنت شو شبك؟ ما عم بفهم عليك. تقبلي احكي. بتقبلي انت؟ استنى 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 ورجيني، هات ورجيني. شو صاير في للأستاذ المثالي اليوم؟ أنا قصدي إنه أنت كتير متلبك لدرجة طويت الحرام بالمقلوب. لا معناته في شي كتير مهم وأنت عم تخبي عني. أنت ليش كتير مهتمة بالحرام؟ أنا بدي أحكي معك بموضوع مهم وأنت كل يلي همك هو الحرام وكيف عم تطويه؟ ما إنه شي مهم. شبك ليش عم تعصب علي؟ وبالمناسبة يا أكشات أنا مو فارقة معي كيف بتطوي الحرام، وللصراحة حتى أنا ما كنت بعرف كيف بينطوى الحرام، يعني إذا كان على الصح أو كان بالمقلوب، بس صرت أعرف هلأ. بس أنت لا تاكل هم، صرت قايل لي كتير وبالعادة بتنزعج وبتقلي جدان أنت لازم تطوي الحرام بهي الطريقة لأنه الطريقة يلي عم تطوي فيها مو صح وكلها غلط. طيب آسف. لحظة لحظة لحظة، شو قلت؟ بس دقيقة رجعي. قلت إنك آسف؟ إيه كنت قاسي معك ولهيك اعتذرت منك. أنت شو عم يصير معك؟ الحقيقة عضتني لإلي، بس الظاهر يا أكشات إنه أنت يلي تأثرت بدالي. اعتذرت مني على شي تافه. ليك أنا بعرف إني بهالفترة مريضة كتير وأنت لازم تعتني فيني، إذا بتجيب لي بوزة بتكون عم تعتني فيني. أنا بقصد إنه ما في داعي تغير حالك كرمال تكون مبسوطة، وللصراحة عصبيتك كتير بتعجبني. ماشي دقيقة بس، إذا هلأ ما بتقلي شو الشي اللي مخبيه بقلبك ما في روحة من هون. يلا تعال واحكي لي شو عم يصير معك. قلي يلا قلي. أنا يا جدان احكي. أنا كنت بدي أقول إنه يعني أنا بدي أقلك إنه أنا إيه أنا إيه أنا
أنا دقيقة بس، وقف هلأ برجع. أهلا وسهلا دورجا. أنا أجيت لحتى أسألك شو لازم أعمل على الفطور. إذا بدك بتقدري تعملي شي خصوصي كرماله لأجي. أنا لكي جودان، اسمعي بدي أقول لك مقولة كتير مهمة، وهي بتقول مفتاح قلب الرجال هو معدته. ماشي، روحي هلأ وأنا بلحقك. جدان، أنا قلت لك من قبل إنه بس تطيبي اعملي أي شيء بدك إياه، بس حالياً ما فيك تعملي أي شغل بالبيت، مو منيح كرمال صحتك. أنا كتير منيحة يا أكشار. روحي وتسطحي، أنت لازم ترتاحي فوراً. ليك بصراحة مليت كتير، وأنا بتخذ كل نهاري، حابة أعمل شي مهم. إذا بتريد اسمعي جدان، إذا بتريد يا أكشار لا تجادلني، فوت لجوا وجهز حالك وأنا رح روح أعمل لك الأكل يلي بتحبه. ما رح أترككم بحالكم، ضروري خلي عيني عليك أنت وجودان يا إيجي كل الوقت. طيب حاول قد ما بدك، بس دورجا جيندال لو شو ما كان التمن ما رح تخليك تعبر لجودان عن مشاعرك. ما بعرف كيف بدي أعبر لك عن مشاعري يا جودان. تعال ابني شوف هالشوفة. جودان مبسوطة كتير وعم تعمل لك الأكل يلي بتحبه. هي صح ما بتعرف تطبخ، بس هذا الأكل عم تعمله كرمالك، عم تشتغل من كل قلبها. شوفها كيف هي عم تحضر فيديو على الإنترنت وعم تتعلم الطبخ منه. شو هاد؟ ضحكتك صارت من الإذن للإذن. شوف هي قديش عم تشتغل من شانك، وإنت كمان لازم تبذل جهدك شوي. قلي إنت لسه ما اعترفت إلا بمشاعرك؟ ما اعترفت إلا؟ أنا حاولت أحكي معها اليوم الصبح، بس هي شو؟ هي خلص ماما انسي، وقت بلاقي الوقت المناسب رح أحكي معها فوراً. أعطيني وقت. هذا الحكي ما هو وصفة جديدة من وصفاتك، يعني كرمال تلاقي فرصة لتعترف لها. افهم، الحب والاعتراف فيه ما له وقت محدد، ولازم بس نحس فيه فورا نعترف. وهلأ أنت ماما عندك الفرصة، روح لعنده واعترف. هذا مو وقت مناسب يلا ماما، روح لعنده. إلا بس استني شوي. روح لك. كبيت زيت شي؟ لأنه هيك حسيت. أنت شو صاير لك؟ ما بعرف بصراحة، حاسة إنك عم تاخد عاداتي وأنا عم باخد عاداتك. شو قصدك؟ صرت واقع أكتر من مرة من الصبح، ومثل ما أنت بتعمل أنا فتت على المطبخ وعم جهز أكل وبزيت الزيتون. بعرف إنك بتدير بالك على صحتك. إيه مزبوط، زيت الزيتون منيح للصحة كتير مو شوي. يلا ابني يلا. جدان أنا كنت بدي أقول شغلة مهمة. قلي. أنا كنت بدي أقول لك شغلة. هاي يلا قلي. عن جد غريب، شو هو الشيء اللي بدك تقلي إياه وعم تلاقي صعوبة؟
قلي يلا. رح قلك. استني. شوفي. ليش فايت لجوا هلا؟ استني. ليش؟ شوفي ستي. ابني أكشار رح يعترف لجودان إنه هو بحبها كتير يا لكشمي. جودان، أنا صار لي زمان كتير عم حاول قلك هالشغلة. إيه قلي. والفكرة هي إنه نحن الاثنين يا جودان. شفتي؟ بصراحة يا ستي إيجي ما رح يحكي. ليش ما رح يحكي؟ لا تستخفي بابني يا لكشمي، استني ورح تشوفي رح يقلا. بصراحة جودان أنا ستي أنا بشارتك على 1000 روبية، إيجي ما رح يقدر يقول شي. أعطيني الشرط يلا. قلي يلا. أنا غلطت بأي لا شيء؟ لا لا ما غلطتي، بس خليني أشرح لك أنا كيف رح أقول. أنا مو أنا، أنتي. شوفي هو رح يقلا منشوف. أنا إيه؟ احكي احكي احكي. مشوب كتير، رح أوطي النار. شو صاير لك؟ عن جد صاير غريب. يلي بدي أقوله يا جودان إنه أنتي مانك عم تعرفي كيف تعملي العجينة منيح، فهمتي؟ هاتي أنا بعلمك كيف بتنعمل، هاتي. بس عم بعملها من وراء تعليمات الفيديو. المشكلة بالطريقة، الفيديو كله غلط، أنا بعلمك. هلا هذا هو اللي كان بدك تقوله؟ إيه جودان، أنا كنت حابب ساعدك بس. تعجن ولا أنا بعجن؟ منعجن سوا. يلا. يا ستي شوفي شو عم يعملوا. اطلع، ما رح ازعل اذا بخسر الشرط، بس شوفي شو عم يعمل. هو خايف كتير، خايف الا انه بيحبها، واضح. مثل ما عم قلك يا ستي ما رح يعترف لها. اعطيني 1000 روبية. اي شو هاي؟ اكشات من الصبح وانت عم بتقلي انه كان بدك تقول شي لجودان. ماما انا شو كنت بدي اقلها؟ وانا شو بيعرفني؟ من الصبح وانت قاعد عم تسكتني، وكل ما اجيت احكي معك بتقلي انه في شي بدك تقوله لقدام، وما عم تقدر تستنى الا ليك هي قدامك. شو القصة اكشات؟ ليش لسه ما قلت لي لهلا؟ ايه تذكرت قدام. نسيت. قلي. بصراحة عندي شغل وبشوفك بعدين. ايه اكشات اكشات.
يا ترى شو عم يصير معه لأكشات؟ ليش هيك متلبك وما عم بيقول لي شو القصة؟ جدان، أنا بحب جدان. أنا هالألوان ما بتحبها جدان، شو البس؟ هذا حلو، قدام بتحب اني البس ملون دائما، بظن انه رح يعجبها. شو هالحلو يا أكشات؟ لك انت طالع كتير حلو. انا غريب لابس قميص ملون. طالع حلو. شكرا. بالمناسبة انا اللي لازم اشكرك. انا ليش؟ ايه لانك انت هلأ لابس القميص اللي هديتك يا منيح يلي لبسته، صار له زمان كتير بالخزانة. شكرا. ولو العفو. بس شو القصة؟ قصدي إنه أنت بالعادة بتلبس ألوان غامقة، ما بتلبس ملون، في شي؟ شو اللي خلاك تتغير هيك؟ قلي، لأنه ما رح تقدر تخبي عني. بدك قلك؟ إيه قلي. جدان أنا هذا القميص بصراحة أنت بس دقيقة. شو عم تفكر ابني؟ شو صار له؟ جدان؟ ايه حاجة تشغلوا الغنية، كتير انعادت، خلصنا بقى. غنية؟ ها؟ غنية؟ أخي أي غنية؟ هي ما سمعتها؟ لا ما في غنية أبداً. أجي بلا في، أنا كنت عم بسمعها. لوين رايح بدون ما تاكل؟ عندي شوية شغل. على القليل اتغدى معنا.
عاملة أكل بتحبه أقعد. ماشي. كملوا إذا بتريدوا. في شي غريب كتير، مالك بالعادة تلبس قميص ملون؟ قلي بقى، شو هاد اللي عم يصير معك؟ احكي، شو قصتك؟ شوفي، الطقس برا كتير شو، لهيك قلت لحالي البس شي فاتح اليوم. ايه فعلا الجو شوب كتير. بدك صب لك اكل؟ ايه دوقوا، اعطيني رايك. تفضل. يلا كول. دورغا، شو بديك؟ مثل ما عم قلك، جودان مو بس اخذ قلبه لايجي، لا اخذت له عقله كمان. عالغنية شو ما عاد في عقل؟ شو رأيك؟ كتير طيب جودان، عن جد الأكل كتير طيب. حتى هو أطيب من يلي نحن بنعمله بالمطعم. إيه؟ بجنن. شكراً. عادي. عم تحكي جد؟ أكيد، بعتقد إنه الكل حبوا الأكل مثل ما أنا حبيته، صح؟ ستي؟ إيه جدان، الأكل بشهي وكتير طيب كمان. أي حماتي، طالع طيب كتير، حتى أني رح أكل أصابيعي وراه. شكراً. كتير طيب. بنوم ما تعرف، انت هلأ أعطيتني فكرة كرمال أعرف شو بدي أعمل هلأ يا إيجي. صحتين وهنا. كتير طيب جدان، عن جد الأكل كتير طيب، حتى هو أطيب من يلي نحن بنعمله بالمطعم. كتير طيب. أكيد الأكل رح يطلع طيب، بالنهاية أكشات هو اللي ساعدني فيه. وأنا هلأ حاسة حالي مبسوطة كتير، لأنه الكل حب الأكل اللي أنا عملته. أكلوا منه من كل قلبهم. أنتي على قد نياتك. شو مفكرة جودان؟ إنه الحكي اللي قالوا لك إياه بالنسبة للأكل اللي عملتيه كان عن جد حقيقي؟ طيب أنا بدي أسألك سؤال صغير، شي مرة سمعتي إيجي عم بيقول عن شي أكلة طيبة؟ لا أبداً. أنا بعرف يا جودان إنك مبسوطة من حكيه لإيجي. طيب معناته دوقي الأكل وقلي لي شو رأيك؟ مظبوط، طعمته عادية. طيب لكن ليش أكشات مدح الأكل كل هالقد؟ كان مبين عليه إنه مبسوط كتير. جودان، أنا على طول كنت حس إنه هلأ أو بعدين رح تقدري تخلي إيجي يحبك، بس جودان للأسف الحب ما بيجي على أساس الشفقة. وكالعادة طبعاً إيجي حكى كل هالحكي لأنه شفقان عليكي، لا كان هدفه الحب ولا حتى هدفه التقدير. هو حكى هالحكي بس لحتى ما تزعلي. أكلة كتير عادية قال عنا إنه طيبة وحبه، مع إنه هو شيف معروف وشاطر، وإذا كان هذا الشيف عم يمدحك بهالطريقة شو معنى هالحكي؟ ها؟ الشغلة واضحة ما هيك؟ إنه أساس الارتباط تبعكن هو الشفقة.
أو لنكون واضحين أكثر، هو عم بيتعاطف معك. لحد اليوم إيجي مقتنع إنك ما بتقدري تعملي شي منيح يا جودان، ولا حتى بتقدري تطبخي أكل طيب. لهيك هو عم بيحاول إنه يمدحك شوي، وهذا الشي بس لحتى ما يجرح مشاعرك. فكري فيها جودان، أنا غلطانة شي؟ ايه وصلني الايميل، شكرا كثير. ماشي. برجع بدق لك بعدين. هي شو هالمسخره هي؟ ليش عم تاكلي حد؟ فارقه معك؟ اتركيهم قدام. هي حد كثير، ليش بتضلي عم تاكلي منها وانت مريضه؟ شايف انهم حدي؟ ايه قدام. لا بالعكس، طعمتهم حلوة. لك خلاص هاتيهم. بعد عني، ارجع لورا. عطيني الصحن يلا. ما تقدر تمنعني. شوفها شوفها قدان. أكلتها قدان. بلاها هاي الحركات وقليلي شو بدك. يلا اشربي مي بسرعة. رح ضل أكل لحتى تبطل تمثل علي. أنا إمتى مثلت؟ شو قصدك؟ قليلي لشوف. يلي عملته تحت كان كله تمثيل. أنا شو عملت تحت؟ شو؟ شو عملت؟ مو انت قلت تحت انه الاكل كان بجنن؟ وكنت كل الوقت عم تمدحني وتمدح الاكل تبعي. شربي مي. انت كنت عم تكذب وفوق عم تمثل. ليكي قدام، مو هيك القصه، مو هيك صدقيني. لا بلا هيك القصه. طيب تعالي. انت ليش هيك عم تعملي؟ انا قلت لك انه ما في هيك شيء. ليكي جدان انت لسه ما طبتي، ليش هيك عم تعملي بحالك؟ فهميني. لانه انت كذاب، انت كذاب. بس انا ما كذبت جدان. ولك لساتك عم تكذب لحد هلا. لو ما كنت عم تكذب ما كنت مدحت الاكل يلي عملت لك اياه. كذبت علي. لك انت دائما بتكذب. كذبت لانه ما بدك يعني يزعل. خلص ما عاد بدي احكي معك. أنا ما كنت عم كذب عليكي جدان، وكنت عم امدحك من كل قلبي. وقت اللي بيكون طالع المدح من القلب معناته أنت لازم تقبلي فيه وبدون ما تشكي حتى. وبعدين أنا ليش لحتى أكذب؟ ومشان شو؟ فهمي. لأنك شفقان علي. كل شي كنت عم تعمله بس لأنك شفقان علي. ما عاد بدي احكي شيء. ليش عم توقفني؟ اللي اكشات. ما رح تجاوبني. ما رح تقلي شيء. هذا هو الحب. أنا بحبك كثير. إيجي شو القصة؟ جودان طلعت مستعجلة من الغرفة وأنت مبين عليك متضايق. قلي في شي صاير بيناتكم؟ بعتذر منك إيجي إذا كنت عم بتدخل بخصوصياتكم، بس أنا سمعتكم عم تتخانقوا. قلي أنت منيح إيجي؟ إيه أنا كتير منيح.
لا تاكلي هم ابدا. شكرا. ايجي انا بعتذر اذا كنت عم بتخطى حدودي، بس انا لاحظت انك عم بتحاول كثير مع جودان، لهيك قلت لحالي في شيء مهم بدي اقوله. شو بدك تقولي؟ ايجي العمر والتفكير، يعني هالفرق بينك وبين جودان هي صغيره لهالسبب ما عم تفهم عليك ولا حتى على تصرفاتك معه، بس اطمن رح تفهم عليك ورح تفهم تصرفاتك، بس هي لازم شوية وقت. ليكي دورجا فهمي، جودان مانا بنجهله، بالعكس يا دورجا هي واعية وذكية كتير، لا تشغلي بالك رح أحكي معها. ايه معك حق ايجي، جودان بآخر فترة صايرة واعية كتير، بس مع هيك للأسف هي لساتها ما لها مناسبة إلك. العمر والتفكير في فرق كبير بيناتكم إيجي، ونحنا ما منقدر نتجاهل هيك شغلات. أنت كنت متزوج من قبل، بس جودان أول مرة بتتزوج، ومن وقت ما تزوجت صارت حماية لثلاث نسوان، وصار في عندها مسؤولية كبيرة تجاه هاي العائلة، وصعب كتير لوحدة بهالعمر إنها تتحمل كل هالشغلات. وكمان أنت إيجي ما في شي مستحيل عليك وبتقدر تعمل كل شي. عن جد ستي كان معها حق، لازم تجددوا زواجكم ولازم تبلشوا بداية جديدة مع بعض، واحتمال هاي البداية تحط حد للفرق يلي بيناتكم. مزبوط حكي؟ وأنا بقدر أحكي مع جودان إذا بدك. لا ارتاح، قصدي ما في داعي تتدخلي. شكرا، شكرا على اهتمامك، طمني أنا رح أحكي معها. حلو كتير يا دورجا، هالشي مو معقول، قصدي انتي عم تعرفي كيف تلعبي فيهم منيح. مع انه ايه صح ايجي وجودان بيحبوا بعضهم، بس مانن عم يعترفوا بمشاعرهم لبعض. حلو كتير. رح تشوفي من اليوم ورايح، لا ايجي رح يقدر يحكي شي لجودان ولا جودان رح تقدر تفهم عليه، لانه يا سارو هن الاثنين رح يفهموا الشي اللي انا بدي اياه. وصدقي كلامي، انا رح اعمل المستحيل لحتى بعدهم عن بعضهم، وما رح يكونوا مع بعض بحياتهم، رح يضلوا حرقة بقلوب بعض، وما رح يقدروا يعيشوا حالة الحب مع بعض. ايه شخصيتها غريبة كتير،